الجديد، مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: النصرة تفرج عن عنصرين من قوى الأمن. طمن أهله إنه كلهم منيح، كلهم بخير الحمد لله. كاميرون يدعو للتصدي لداعش قبل أن تستهدف شوارع المملكة. الراعي فلتكف الدول المعنية عن تمويل التنظيمات الإرهابية. نجدد النداء إلى الدول المعنية شرقا وغربا للكف عن تمويل التنظيمات الإرهابية. صدقوا مروان شربل، الأمن ذريعة التمديد. وكنت دائما أنا عندي شعار الأمن في لبنان أمن سياسي، ما كانوا إنه خايب إنك شو عم بيحكي. السلطان قابوس لا علاج له ووصيته في خزنته، فمن سيحكم سلطنة عمان؟ تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل.